الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي عددا من القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن نتائج المباحثات الأخيرة التي تمت بين الزعيمين في باريس. مدبولي يؤكد على سرعة تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية مع الإمارات والأردن تنفيذا لإرادة القيادة السياسية في البلدان الثلاثة. وزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد أن النمو الاقتصادي الأمريكي يتباطأ وأن التضخم مرتفع جدا. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال يأتي في إطار التشاور والتنسيق المنتظم بين الجانبين، حيث تم مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في سياق متابعة نتائج المباحثات الأخيرة التي تمت بين الزعيمين خلال زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لباريس، فضلا عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية، مؤكدا دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، وذلك بحضور السيد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، والسيد جورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، والسيد ماكسيم ماكسيموف نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية، كما حضره السيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد لافروف نقل للسيد الرئيس رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت الإعراب عن التقدير والتحية إلى السيد الرئيس، كما تناولت بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين والإعراب عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حالياً، كما تضمنت الرسالة الإعراب عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية في إطار جامعة الدول العربية سعياً لتسوية الأزمة الأوكرانية وما تم خلالها من زيارة للعاصمة الروسية موسكو من قبل السادة وزراء الخارجية المعنيين. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى السيد الرئيس فلاديمير بوتين مثمناً سيادته مسيرة التعاون الثنائي المتمثلة في المشروعات الروسية في مصر في إطار العلاقات المصرية الروسية، وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبع للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس وغيرها من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في كافة القطاعات. أضاف المتحدث الرسمي بأن السيد لافروف أطلع السيد الرئيس على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي. وفي هذا السياق شدد السيد الرئيس على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة، مؤكدا سيادته دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، مع استعداد مصر لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو المتعدد الأطراف. اللقاء تناول كذلك بعض الموضوعات الثنائية في إطار علاقات التعاون المتميزة والتاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات، خاصة التعاون في مجال قطاعات توريد الحبوب والغذاء وكذلك قطاع البترول والغاز في ضوء الأزمة الراهنة في تلك القطاعات.
أجرى وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وتناولت المباحثات مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وروسيا وسبل تعزيزها في شتى المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية. أكد وزير الخارجية سامح شكري على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر وروسيا، مشيرا إلى التعاون المشترك لتحقيق مصالح شعبي البلدين. خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أكد شكري أن العلاقات بين القاهرة وموسكو تاريخية وتشمل العديد من المجالات. ثم عقدنا جلسة مباحثات منفردة وجلسة مباحثات موسعة تم خلالها تناول عميق لمجمل العلاقات الثنائية فيما بين مصر وروسيا الاتحادية. هذه العلاقات علاقات تاريخية، علاقات تتسم بالصداقة، علاقات متشعبة في كثير من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ونتطلع لاستمرار التعاون الوثيق على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة ومراعاة قواعد العلاقات الدولية والقانون الدولي. دي كانت دائما العناصر اللي بترتكن إليها العلاقات المصرية الروسية، وكان دائما مصلحة الشعبين هو المصلحة الحاكمة والمسير الرئيسي لتحقيق المصلحة. لدينا كثير من مجالات التعاون الاقتصادية، مشاريع القومية الكبرى، وهناك اهتمام بأن نستمر في معدلات التنفيذ الوثيقة لكل هذه المشاريع بما يعود بالنفع المتبادل على الجانبين. هذا وشدد شكري على ضرورة انتهاج سبيل الحوار للتوصل لتسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، وأشار شكري إلى تأثر مصر من تداعيات الأزمة الأوكرانية كغيرها من اقتصادات العالم بسبب تداعياتها على الأمن الغذائي والطاقة. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد أكد شكري أن حل الدولتين أمر أساسي لاستقرار المنطقة. أكيد تناولنا القضايا الدولية وفي مقدمتها الأوضاع الخاصة بأوكرانيا، حيث أكدت مصر مرة أخرى أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي يرتكن إلى الحكمة وإلى الحوار لانتهاء الأعمال العسكرية والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية دبلوماسية تعفي التبعات التي ترتبت عن الأزمة في أوكرانيا. بالتأكيد أن هذه الأزمة مست مصر فيما يتعلق بالأمن الغذائي، فيما يتعلق بالطاقة، الاقتصادات العالمية وتأثرها بالتضخم وسلاسل الإمداد وانقطاعها، كلها أمور يجب العمل على تجنبها، لأننا نأتي بعد أعقاب سنتين من جائحة الكورونا وما ترتب عليها من ضغوط اقتصادية عديدة. بالإضافة إلى ذلك تحدثنا بإسهاب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أهمية حل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والاستمرار العمل المشترك لتحقيق هذا الهدف وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على وجود اتفاق في الرؤى مع مصر حول العديد من القضايا الإقليمية، مشيدا بالتطور في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أشار لافروف إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى 4 مليارات دولار، لافتا إلى وجود مباحثات بناءة بشأن تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
قمنا بإجراء حوار بناء ومفاوضات بناءة في مصر، ونحن نعبر عن رضانا عن مستوى العلاقات الصداقة بين مصر وروسيا الاتحادية التي تتقدم وتتطور بشكل كبير، بما في ذلك الحوار البناء الذي يتم على خلفية توقيع اتفاق الشراكة الكاملة في سوتشي بين مصر وروسيا الاتحادية في العام الماضي. دخل هذا الاتفاق وتلك الاتفاقية حيز النفاذ. لدينا اتفاقات رئيسية حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، وكان هناك اتفاق مع السيد الرئيس. لقد تبادلنا أطراف الحديث اليوم حول الموقف المصري والروسي. هناك تطور بناء في العلاقات المصرية الروسية. لقد أشرنا إلى أن هناك مفاوضات في كان هناك منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي التي كانت مصر دولة الشرف فيه، وقام الرئيس بنقل كلمة متلفزة على في إطار هذا المنتدى. لقد تم زيادة التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى 4 مليارات دولار، وهو زيادة تقدر ب5% مقارنة بالسنوات الماضية. هناك تفاهم مشترك حول المشروعات الرئيسية التي تستطيع أن تقفز بهذا الرقم إلى مستويات غير مسبوقة في العلاقات المصرية الروسية. كما أكد لافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك أن العقوبات الغربية تلعب دورا كبيرا في الإضرار بالإمدادات الغذاء العالمية. وأضاف لافروف أن المباحثات تضمنت تناول عدد من القضايا الإقليمية، مؤكدا أهمية حل القضية الفلسطينية إلى جانب ضرورة التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية. هناك تفاهم مشترك حول أسباب الأزمة العالمية والأزمة الغذائية، وعلى مدى سنوات ماضية كبيرة كان هناك تبادل كبير بين مصر وروسيا أثر عليه بشكل كبير الكورونا وانتشار تلك الجائحة في العالم. في مصر بين روسيا وإفريقيا هناك علاقات كبيرة. في الأوضاع الحالية هناك عقوبات فرضت بشكل كبير على روسيا، وهي تعيق بشكل كبير تطوير علاقاتنا مع الدول الإفريقية، وبما في ذلك عقوبات تتعلق بأمور وعوائق جمركية وعوائق في الموانئ الدولية. لقد تحدثنا أيضا عن العديد من الموضوعات الأخرى التي تحتل الاهتمام المشترك من الدولتين، خاصة فيما يخص دور مصر في إفريقيا وشمال أفريقيا. تحدثنا أنه يجب أن نتخلص من هذه الأزمة الموجودة في الشرق الأوسط، خاصة الصراع العربي الإسرائيلي، ونؤكد على ضرورة تسوية هذا الصراع واستئناف المفاوضات على خلفية المجموعة الرباعية الخاصة بتسوية الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية بوساطة مصرية. ويجب أن يتم إنشاء دولة فلسطينية، وأن يكون هناك حل للدولتين وتنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. تحدثنا عن ليبيا، حيث نرى أنه يجب أن يتم دعم الأمم المتحدة في مسعاها لتسوية الأوضاع في ليبيا. التقى وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وأعضاء الوفد الرسمي الأردني. شهد هذا اللقاء عقد مشاورات مصرية أردنية موسعة بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالبلدين. استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، وخلال زيارته مقر الجامعة العربية وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات العربية الروسية، وكذلك مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأزمات في كل من أوكرانيا وسوريا وفلسطين.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أهمية العلاقات الروسية العربية خلال كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين. أكد لافروف أنه تم الاتفاق مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على تحديد خطط إضافية يمكن من خلالها تعزيز العلاقات المشتركة في شتى المجالات المختلفة مثل المجالات الثقافية والتعليم والاستثمار والتعاون فيما يتعلق بالمسائل الدولية. أتحدث في مقر جامعة الدول العربية بشأن التعاون بين روسيا ومنظمة جامعة الدول العربية. العلاقات فيما بيننا مبنية على مذكرة عمرها 20 عام في العام القادم، وسوف تكون هذه ذكرى هامة نحتفل بها، واليوم مع الأمين العام للجامعة اتفقنا على أن نبني على ما حققناه الآن وأن نحدد خطط إضافية يمكن من خلالها أن نعزز العلاقات فيما بيننا في المجالات المختلفة، الثقافة، التعليم، الاستثمار، وبالطبع التعاون فيما يتعلق بالمسائل الدولية. هذه سوف تكون إحدى المهام المهمة في منتدى التعاون العربي الروسي، والذي اجتمع بالفعل 5 مرات حتى الآن، ونحن نخطط لكي نعقد الاجتماع 6 في وقت ما قريبا. كما أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف تقدير موسكو للموقف العادل لجامعة الدول العربية إزاء الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن موسكو منفتحة للغاية للحوار مع الأصدقاء في الجامعة العربية وأجزاء أخرى من العالم، وأن بلاده ليس لديها ما تخفي، وأنه سبق تفسير أسباب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أنا ممتن لاهتمام جامعة الدول العربية بالوضع في أوكرانيا وحولها، ونحن نقدر الموقف المتوازن والعادل والمسؤول الذي اتخذته الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. ونحن في شهر أبريل قد تلقينا مجموعة الاتصال من جامعة الدول العربية، وكان نقاشا مفيدا للغاية، سمح لنا بأن نطرح الأسئلة ونعطي الإجابة، ونحن منفتحون للغاية على الاستمرار في هذا الحوار مع الأصدقاء في جامعة الدول العربية وأجزاء أخرى من العالم. فليس لدينا ما نخفيه، نحن قد فسرنا الأسباب لماذا بدأنا هذه العمليات العسكرية. الأسباب هي سنوات طويلة من الإهمال، كما أظهرنا إهمال المخاوف المشروعة لروسيا بشأن أمنها، بدأ بالتوسع في حلف الناتو بحيث يقترب أكثر وأكثر من حدودنا على الرغم من العودة التي تم تقديمها للاتحاد السوفيتي قبل تفككه، وبالطبع حشد الدول التي كانت أعضاء سابقة في الاتحاد السوفيتي من بينها أوكرانيا لكي تنضم إلى الناتو. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن السعي من أجل الإسراع في تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن ينطلق من حرص القيادة السياسية في البلدان الثلاثة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينها، وتشجيع دور شركات القطاع الخاص بالدول الثلاث في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لمتابعة موقف تنفيذ مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود تشغيل الطيران منخفض التكاليف، وخلال الاجتماع أشار مدبولي لأن الاجتماع يأتي لتأكيد حرص الدولة على تبني كل الإجراءات الممكنة لدعم قطاع السياحة وتنشيط حركة السياحة المحلية والوافدة، لافتا إلى استمرار الحكومة في القيام باتخاذ تلك الإجراءات غير المسبوقة بهدف دعم القطاع السياحي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم هذا القطاع الذي يعد شريانا رئيسيا للاقتصاد القومي.
ثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الجهود المبذولة حاليا في إطار العمل على تنفيذ البرنامج الطموح الذي يستهدف تمكين المؤسسات الحكومية من تطوير آليات إدارة محافظها الاستثمارية من خلال سوق الأوراق المالية. خلال اجتماع لمتابعة تطوير آليات إدارة استثمارات المؤسسات الحكومية في سوق الأوراق المالية، أكد مدبولي أهمية تسريع وتيرة العمل على إنجاز مستهدفات هذا البرنامج الطموح. من جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن الاجتماعات تستهدف مساعدة المؤسسات الحكومية على إعادة توزيع نسب استثماراتها بين أدوات الدخل الثابت والأسهم المقيدة وفق استراتيجياتها الاستثمارية. صدق وزير الداخلية محمود توفيق على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ودرجة الليسانس في الحقوق من الذكور والإناث والبكالوريوس في التربية الرياضية إناث والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجا لقطاعات وزارة الداخلية. وافق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023 من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية بحد أدنى 65% للعام الحالي أو العام الماضي، والحاصلين على ليسانس الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية بحد أدنى تقدير مقبول، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجاً أساسياً لقطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد. وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في مؤتمر صحفي تفاصيل وضوابط القبول ومواعيد التقدم. بدء التقديم للالتحاق الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية أو الحاصلون على المؤهلات الجامعية للعام السابق 2021، ويبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/8/2022 حتى يوم الخميس الموافق 18/8/2022 ولمدة 18 يوم. الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية وطلبة الدور الثاني لهذا العام 2022 يبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 4/8/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022 ولمدة 28 يوم. الحاصلون على المؤهلات الجامعية لهذا العام 2022 يبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15/8/2022 حتى يوم الخميس الموافق 15/9/2022 ولمدة 32 يوم. لأول مرة سيكون التقديم للالتحاق بكلية الشرطة لجميع المؤهلات من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، ويتم تقديم تيسيرات وخدمات للمتقدمين للاختبارات في إطار من الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عمليات التقديم. لن يسمح بالدخول من البوابة وإلى مقار لجان قبول الطلبات في الحالات الآتية: عدم ارتداء الكمامة كأحد متطلبات الحد من انتشار العدوى الفيروسية، من يتبين وجود ارتفاع في درجة حرارته، بيتم توفير أقصى درجات الحماية من الإصابة بالعدوى الفيروسية من خلال تعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة بصفة مستمرة. التيسيرات المقدمة للمتقدمين لكلية الشرطة هيكون إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تيسيراً على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم، إعداد منفذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية ومنفذ لبيع الطوابع والدمغة وكذا نسخ الأوراق، ومنفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري، ومنفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق. ويتمتع الطلاب الملتحقين بقسم الضباط المتخصصين بعدة مزايا، في مقدمتها مكافأة طوال فترة دراسته توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه، كما يحصل الخريج على كافة المزايا الاجتماعية والصحية والرياضية والثقافية المقررة لضباط الشرطة. يخضع المتقدمون لاختبارات محددة باجتيازها سيتمكنوا من الالتحاق بكلية الشرطة ليحملوا مشعل أمن وأمان هذا الوطن بعد إعدادهم وتأهيلهم
داخل كلية الشرطة على مدار سنوات من الدراسة العلمية والعملية. الإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة ومن طلبة كليات الحقوق والجامعات بمختلف التخصصات هو بمثابة فرصة لهؤلاء للالتحاق بهذا الصرح الأمني التدريبي العلمي المتميز، شريطة اجتياز الاختبارات المحددة ليكونوا حماة أمن المستقبل. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 403 قضايا تموينية. كما تمكنت أيضا أجهزة الوزارة من ضبط قرابة 33 طنا في مجالي الاستيلاء على السلع المدعومة وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية، وتم ضبط 605 قضايا في مجال قضايا المخابز، فضلا عن ضبط قضية واحدة بمضبوطات بلغت قرابة 25 طنا من الأقمح المحلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي. أعلنت الكويت تعيين الشيخ أحمد نواف صباح نجل أمير البلاد رئيسا جديدا للوزراء ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد. صدر القرار في مرسوم أميري عن ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الصباح، والذي تولى معظم مهام الأمير أواخر العام الماضي. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين ضرورة التحرك الأردني الفلسطيني المشترك على مختلف المستويات، وذلك للبناء على النشاط الدبلوماسي في المنطقة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة وانعقاد قمة جدة للأمن والتنمية. خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شدد ملك الأردن على أهمية مواصلة التنسيق الأردني الفلسطيني، خصوصا قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، لافتا إلى حرص الأردن على إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي. كما أكد العاهل الأردني الحرص على استمرار التنسيق مع الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية. تبدأ في تونس غدا عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، ويحق لأكثر من 9 ملايين ناخب تونسي الإدلاء بأصواتهم عبر 4534 مركز اقتراع موزعا على مختلف الولايات للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد. وكان الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بالنسبة للتونسيين في الخارج قد انطلق أمس ويستمر حتى الغد، وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساء بتوقيت البلد المستضيف. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه مقتنع بأن العملية الروسية لم تحطم بلاده ولن تحطمها. وأضاف زيلينسكي أن الحياة لم تتوقف في أوكرانيا بسبب الحرب، مشيرا أن بلاده ستتحمل ما يحدث وسيدافع عن مقدراتها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير سفينة أوكرانية وصواريخ هاربون الأمريكية المضادة للسفن في ميناء أوديسا الأوكرانية بصواريخ موجهة أطلقتها البحرية في موقع لإصلاح السفن بالميناء. يأتي ذلك فيما قال الجيش الأوكراني أن صواريخ روسية أصابت الميناء الجنوبي، ما يهدد الاتفاق الذي تم توقيعه للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من مواني البحر الأسود. We'll be right back.
قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني إن قصف ميناء أوديسا يشير إلى أن عودة تصدير الحبوب قد لا تنجح. وأوضح المستشار الاقتصادي زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة لتصدير 60 مليون طن من الحبوب في حال بقيت الموانئ مفتوحة. قالت الحكومة الكندية إن مواطنا كنديا لقي حتفا مؤخرا في أوكرانيا. أشار تقرير إعلامي إلى أن الكندي المتوفى كان مع مواطنين أمريكيين توفيا في منطقة دونباس. أوضح متحدث باسم الخارجية الكندية إلى أن إدارة الشؤون الدولية الكندية على علم بوفاة كندي في أوكرانيا، لكنه لم يقدم أي تفاصيل حول كيفية وقوع الوفاة أو ملابساتها. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن النمو الاقتصادي الأمريكي تباطأ، معترفة بوجود خطر حدوث ركود، لكنها أضافت أن الركود ليس حتميا. وأضافت يلين أن التضخم مرتفع جدا وأن زيادات أسعار الفائدة تساعد في كبح الأسعار وجعلها تحت السيطرة. هذا وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي بنسبة 1.6% في الربع الأول. قالت صحيفة ديلي ميل إن الحكومة البريطانية في طريقها لتطبيق خطة جديدة للتصدي لأزمة البطالة، لأزمة الطاقة، وذلك من خلال مطالبة المواطنين بإغلاق الأنوار وأجهزة التدفئة. أفادت الصحيفة بأن الفترة المقبلة ستشهد تطورات عديدة لمكافحة أزمة الطاقة التي تعصف بالبلاد، ووصفت الصحيفة البريطانية بلادها بأنها قد تعود إلى عصر الظلام. يأتي ذلك في وقت تزيد فيه الدول الأوروبية استخدام الفحم لتوليد الكهرباء رغم التزاماتها المناخية، نتيجة لمعاناة المنطقة من أسوأ أزمة للطاقة منذ عقود. التاسعة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. بعد إعلان جدري القردة حالة طوارئ عالمية، والإمارات تعلن تسجيل إصابات جديدة بالمرض. أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تسجيل 3 حالات جديدة لجدري القردة، وأوصت الوزارة المواطنين والمقيمين في الإمارات بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وكذلك أخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر لدمار جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية. ذكرت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك أنه ليست هناك أي حاجة لفرض إجراءات صحية إضافية في روسيا بسبب انتشار جدري القردة. في بيان لها ذكرت الهيئة أنه تم تأكيد إصابة حالة واحدة بمرض جدري القردة، مشيرة إلى أن المصاب يتلقى العلاج في مستشفى للأمراض المعدية ولا تثير حالته الصحية أي مخاوف. وأضافت الهيئة أن السلطات الصحية الروسية قد تمكنت من تجنب انتشار المرض بسبب عزل المريض في وقته، مؤكدا أن روسيا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع نقل العدوى من الخارج إلى البلاد. قال طبيب الرئيس الأمريكي إن صحة بايدن قد تحسنت بشكل كبير، وأن العرض السائد الآن هو التهاب الحلق بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا. أضاف طبيب الرئيس الأمريكي أن أعراض السعال وآلام الجسم قد تضاءلت بشكل كبير لدى بايدن، مشيرا إلى أنه لا يعاني أي ضيق في التنفس. أعلنت كوريا الجنوبية تجديد إجراءات دخول البلاد اعتبارا من غد الاثنين وسط ارتفاعات حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا. وأكدت السلطات الصحية الكورية الجنوبية في بيان أنه من المقرر إلزام جميع القادمين من الخارج اعتبارا من الغد بإجراء فحص PCR، وذلك في غضون 3 أيام من دخولهم البلاد.
ارتفع عدد ضحايا موجة الحر التي تضرب أوروبا إلى 1700 شخص في إسبانيا والبرتغال فقط. دعا المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات مشتركة للتصدي لتغير المناخ. قال المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية إن مئات الآلاف من الأشخاص لقوا حتفهم في العقود الأخيرة نتيجة للحرارة الشديدة خلال موجات الحر التي طال أمدها والتي غالبا ما كانت مصحوبة بحرائق غابات. اندلع حريق غابات كبير في كاليفورنيا وسط موجة من الحر الشديد تضرب الولايات المتحدة أثرت على عشرات الملايين من الأمريكيين، وقد تم إجلاء أكثر من 6000 شخص، فيما أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ في مقاطعة ماريبوسا بسبب الخطر الشديد على سلامة الأرواح والممتلكات. هذا وقد شهد الغرب الأمريكي في السنوات الأخيرة حرائق استثنائية من حيث حجمها وشدتها، مع امتداد ملحوظ جدا لموسم الحرائق، وهي ظواهر يرجعها العلماء إلى تغير المناخ. تواصل اليونان مكافحة 3 حرائق غابات رئيسية في الشمال والجنوب والشرق وسط مخاوف من حدوث كوارث جديدة بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد. في جزيرة لاسبوس يتواصل الحريق الذي اندلع بالأمس والذي أدى إلى إجلاء مئات السياح والسكان من منتجع فاتيرا الساحلي. تتأثر اليونان بموجة حر من المتوقع أن تستمر 10 أيام على أن تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق. تواصل مؤسسة حياة كريمة متابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، ومنها مركز طب الأسرة ومجمع الخدمات ومركز الأمومة والطفولة والتضامن الاجتماعي. هذا وتقوم المؤسسة بتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات الزراعة والتعليم والشباب والري، كما تشمل عمليات التطوير في المركز عددا من القطاعات الأخرى وجاري تبطين ترعة الساحل وتركيب 3 ماكينات صرف آلي، إضافة إلى رفع كفاءة محطة مياه ومحطات محولات الكهرباء بالمركز. أطلقت مديرية الصحة في أسوان القافلة العلاجية بقرية الخبرة التابعة لمركز دراو في أسوان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتضمنت القافلة التي تستمر حتى الغد 10 تخصصات طبية مختلفة، ومعملا للطفيليات ومعملا للدم، وتوفر القافلة نحو 130 نوعا من العلاج الذي يقدم مجانا للمواطنين. احنا النهارده في قريه الخبراء التابعه لمركز دراو بننفذ القافله الطبيه على مدار يومين. فكره القافله الطبيه هي عباره عن مستشفى ميداني متنقل، بنحاول نوصل الخدمه لاهلنا وناسنا في المكان اللي هم متواجدين فيه. القافله بتضم 10 تخصصات طبيه مختلفه، بتضم صيدليه فيها اكثر من 130 صنف بالمجان، عندنا خدمه الاشعه العاديه، عندنا خدمه الاشعه التلفزيونيه، عندنا معمل الطفيليات، عندنا معمل الدم. بيتوجه المواطن للحصول على الخدمه الطبيه المطلوبه، بيقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه الدكتور الاخصائي او الاستشاري في كل تخصص. لو محتاج علاج دوائي او اشعه بيعملها عندنا في القافله بالمجان، لو محتاج تدخل سنوي او رعايه سنويه بنوجهه لاقرب مستشفى تابعه لمديريه الشؤون الصحيه محافظه اسوان، وبنستقبل له بقى الاجراءات للحصول على الخدمه الطبيه كامله متكامله، سواء تدخل جراحي او اشعه مقطعيه او رنين مغناطيسي، او سواء للحصول على علاج الشهري للامراض المزمنه. زي ما قلنا لحضراتكم القوافل الطبيه المجانيه هي بتنظمها وزاره الصحه في ظل مبادره السيد الرئيس حياه كريمه للوصول بالخدمه الطبيه لاهلنا وناسنا في المناطق المحرومه والاكثر احتياجا. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم السبت الموافق 30 من يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية. هذا ويشمل القرار رئيس مجلس الوزراء العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام وكذلك شركات القطاع الخاص.
عقدت اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية اجتماعا لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة. أشار محافظ القاهرة خالد عبد العال إلى أنه يوجد فريق استشاري متخصص في تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المباني والاستغلال الأمثل للفراغات، حيث سيتم نقل الأنشطة التي لا تتناسب مع طبيعة المنطقة إلى المشروع الذي تقيمه الدولة لإنشاء عدد من الورش بمنطقة شمال الحرفيين بمنشية ناصر. والآن نتابع أهم أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة مع الزميلة فاطمة خليل. مساء الخير فاطمة. مساء الخير ميرفت. مساء الخير ريهام، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. طرحت الحكومة كميات كبيرة من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ وزارة الزراعة المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة. وقامت وزارة الزراعة بضخ عدد من السيارات لبيع البيض المائدة بسعر الطبق 62 جنيها للبيض الأبيض و64 جنيها للأحمر في محافظات كفر الشيخ، أسيوط، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية والمنوفية. يأتي ذلك في إطار المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين وإضافة الأبناء على بطاقتها. هذا وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة على أحقية المرأة المطلقة في الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين الخاصة بالزوج واستخراج بطاقة تموينية جديدة لها باعتبار المطلقات من ضمن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا للاستفادة من الدعم التمويني. تعمل الدولة على تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات وسد الفجوات التنموية بها. وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أنه تم تخصيص استثمارات تقدر بنحو 4 مليار و400 مليون جنيه للمشروعات التنموية المنفذة خلال العام المالي الحالي 2022-2023، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال تنفيذ المشروعات التي لم يدرج لها تمويل ضمن خطط المحافظات. إلى البورصة المصرية، حيث انتهت تعاملات جلسة اليوم ببداية جلسات الأسبوع على تباين للمؤشرات مع اتجاه المستثمرين المصريين نحو الشراء، فيما مال تعاملات العرب والأجانب نحو البيع. سجل رأس المال السوقي مستوى 624 مليار و200 مليون جنيه وسط تداولات بلغت نحو 2,700 مليون جنيه. على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 9,276 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 94% ليغلق عند مستوى 1,815 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 85% ليغلق عند مستوى 2,664 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و87 قرشا للشراء و18 جنيه و98 قرشا للبيع. أما عن سعر اليورو، وصل سعره إلى 19 جنيه و27 قرشا للشراء و19 جنيه و39 قرشا للبيع. بالنسبة للسعر الاسترليني، وصل سعره إلى 22 جنيه و65 قرشا للشراء و22 جنيه و79 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و13 قرشا للشراء و5 جنيهات و17 قرشا للبيع.
بالنسبة للسعر الريال السعودي وصل سعره إلى 5 جنيهات وقرشين للشراء و5 جنيهات و5 قروش للبيع. في منطقة الخليج تراجعت الأسهم في السوق السعودية منهية سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات متتالية جراء انخفاض في أسعار النفط، واختتم المؤشر السعودي تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.1%، كما هبط مؤشر البورصة الكويتية بنسبة 29%، وفي البحرين صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 71%. أعلن وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبو أن بلاده رابع أكبر منتج للنفط في العالم تدرس تمديد الجدول الزمني لخفض الغازات الدفيئة التي تنتجها صناعة النفط في البلاد. أوضح الوزير الكندي أن الحكومة على دراية بأن بعض الإجراءات التي ستكون ضرورية لتحقيق تلك التخفيضات العميقة للانبعاثات قد تحتاج إلى وقت أطول مما هو متاح الآن حتى عام 2030. انخفض إنتاج سريلانكا من الشاي إلى النصف تقريبا في أعقاب الاضطرابات السياسية في البلاد جراء ارتفاع أسعار الوقود والأثار اللاحقة لوباء كورونا إضافة إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. قالت جمعية المزارعين في سيلان إن الإنتاج تراجع بشكل كبير بسبب حظر الرئيس السابق غوتابايا راجاباسكا على الأسمدة الكيماوية لمدة 3 سنوات، والشاي هو أكبر صادرات سريلانكا ويوفر للحكومة إيرادات تصل إلى 1 مليار دولار سنويا في الظروف العادية. مشاهدين، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لميرفت وريهام لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا فاطمة. أطلقت الصين الوحدة المعملية وينتيان الثانية من 3 وحدات إلى محطتها الفضائية الدائمة في واحدة من المهام الأخيرة اللازمة لاستكمال الموقع المداري بحلول نهاية العام. أظهر بث مباشر للتلفزيون الصيني الوحدة وينتيان التي تزن 23 طنا على متن أقوى صاروخ صيني في مركز وينشانغ الفضائي بجزيرة هاينان الجنوبية. كانت الصين قد بدأت بناء محطتها الفضائية في إبريل من عام 2021 من خلال إطلاق عدد من الرحلات المأهولة وغير المأهولة إلى الفضاء. الآن مع أخبار الملاعب والرياضة في نشرة التاسعة. نعود مرة أخرى إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ريهام، شكرا ميرفت، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا ووقفة رياضية جديدة. فاز الأهلي على ضيفه الجونة بهدفين دون رد في الجولة 26 من الدوري الممتاز. بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز 14. وفي البطولة نفسها تغلب بيراميدز على مضيفه الإسماعيلي بأربعة أهداف نظيفة. بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 26 نقطة في المركز 15. ونبقى مع الدوري الممتاز، حيث يستضيف الزمالك الآن فريق سموحة على استاد القاهرة الدولي، وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الزمالك بهدف مقابل لا شيء. أعلن نادي النصر السعودي ضم لاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو لمدة موسم واحد، وأوضح النصر أن إدارة النادي اتفقت مع جوستافو على تمثيل الفريق لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم ثان، وذلك في صفقة انتقال حر قادما من نادي فنربخشة التركي.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لريهام وميرفت لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة على هذا العرض الرياضي. شهدت دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما على ثورة 23 من يوليو. الحفل أقيم على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي. إحياء للذاكرة الوطنية للمجتمع المصري، شهد مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية حفلا فنيا بمناسبة عيد ثورة 23 من يوليو الحاضرة في وجدان الشعب المصري باعتبارها مصدر الإرادة والإلهام وباعث للإبداع في مختلف المجالات. أكيد يعني مناسبة سعيدة على كلنا، على الشعب المصري جميعا، بمناسبة ثورة يوليو 23 يوليو. طبعا النهاردة دار الأوبرا بتحتفل، عاملة احتفالية ضخمة جدا بهذه المناسبة، وبنقدم فيها أصوات بندفع فيها لأول مرة في هذه المناسبة. فازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم. بدأت الاحتفالية بفيلم تسجيلي استعرض مسيرة ثورة يوليو منذ انطلاقها مرورا بمراحل الإصلاح الذي تبعها، ثم عزفت الفرقة بانوراما وطنية، وقدم مواهب كورال أطفال الأوبرا للموسيقى العربية نخبة مختارة من الأعمال الوطنية للعمالقة من الشعراء والملحنين والمطربين الذين واكبوا أحداث الثورة. فخورة وأنا بغني لأني بغني لبلدي وبغني حاجة فعلا من قلبي، ودي وشرف ليا طبعا، ومبسوطة جدا ان انا هشارك في الحفلة كمان. الاحتفال بالانتصارات التي حققتها مصر تساعد على نماء حب الوطن عند الجمهور، فضلا عن ان الاعمال الوطنية لها دور كبير وفعال في تذكير الشباب والاطفال بحجم التضحية التي قدمها الكثير من ابناء الوطن. احمد الحسيني، التلفزيون المصري. يبدع فنان فلبيني في موهبته في الرسم على رمال الشواطئ. يستخدم الفنان في ذلك يديه ومجرفه فقط، وذلك لإنجاز لوحات فنية متميزة على شواطئ دبي. باستخدام مجرفة وبيديه فقط يبدع الفنان الفلبيني ناثانيال ألابيدي رسومات جميلة ولوحات فنية على رمال شواطئ دبي. ألابيدي يتوجه في الساعات الأولى من الصباح إلى الشاطئ وينتظر المادة المنخفضة المثالية ليبدأ في رسم عمله الفني الجديد على الرمال المسطحة والرطبة، وقبل أن يشرع في رسمه عليه أولا التأكد من توقعات المادة لضمان عدم إفساد لوحاته. موهبة الرسم على الرمال بدأها الفنان الفلبيني في عام 2014 عندما قرر رسم شجرة عائلته على الشاطئ تكريما لجدته الراحلة. الفنان البالغ من العمر 44 عاما والذي كان يعمل في السابق في حديقة للأحياء المائية حول هوايته إلى مهنة، حيث يتولى مهام فنية لحساب فنادق. وفي وقت سابق من هذا العام انتقل ناثانيال بأعماله الرملية إلى وسط الصحراء وسجل رقما قياسيا في موسوعة جينيس لأكبر صورة رملية في العالم لخريطة الإمارات. هي موهبة يستغلها الفنان الفلبيني لإسعاد نفسه ومن حوله ولنشر الجمال على الشواطئ. والآن نتحول إلى أهم أنباء الطقس مرة أخرى للزميلة فاطمة خليل. شكرا ميرفت، شكرا ريهام، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 36، الصغرى 24، إسكندرية 33، 24، مطروح 31، 22، بورسعيد 33، 25، الإسماعيلية 37، 23، وجوها حار.
بالنسبة للسويس 36-24، العريش 34-24، طابة 36-26، شرم الشيخ 39-29، الغردقة 37-28 وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 41-26، أسوان 42-27، الوادي الجديد 41-26، شلاتين 36-26، حلايب 34-28 وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. إلى ختام نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي عددا من القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن نتائج المباحثات الأخيرة التي تمت بين الزعيمين في باريس. مدبولي يؤكد على سرعة تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية مع الإمارات والأردن تنفيذا لإرادة القيادة السياسية في البلدان الثلاثة. وزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد أن النمو الاقتصادي الأمريكي يتباطأ وأن التضخم مرتفع جدا.
نهاية أخبار التاسعة.